وقال لي احنا هنتعالج ونشتغل اسبوعين، وبعد الاسبوعين نقرر ونشوف اذا كنا نعمل تدخل جراحي ولا لا، لان التجمع موجود وكده، ولو ما التجمع ده ما راحش بالعلاج اللي هنعمله هنعمل هنعمل عملية جراحي. فالحمد لله رحت بعد الاسبوعين عملت الرنين وطلع ان الحمد لله التجمع قل جدا جدا يعني لله. وبس الراجل طلب ان انا يعني الاشعه دي كان يوم 29/5، قال لي تشتغل 4 اسابيع متواصله ببرنامج شغل معين، في يعني تلعب مباراه رسميه بعد ال4 اسابيع، والحمد لله انا فات منهم دلوقتي اسبوع اهو النهارده، وفاضل لي 3 اسابيع ان شاء الله، بس هم مديني برنامج ماشي عليه يعني. وكابتن حسن كان طلب ان انا استمر في البرنامج في العلاج هناك واخلص العلاج واروح على النمسا. بس انا طبعا ما كنتش عامل حساب ان انا استمر في البرتغال يعني كده اكتر من اسبوعين، فقلت له طبعا هنزل مصر اشوف ولادي وكلام من ده وارجع تاني. يعني انت فعلا جاي 4 ايام يا كابتن وائل وراجع تاني؟ لا لا انا مسافر يوم الاحد، انا بقى يعني بقى قاعد اسبوع ان شاء الله. يعني انت ان شاء الله قاعد اسبوع وهترجع البرتغال تاني تكمل؟ مسافر يوم الاحد تاني ان شاء الله اكمل هناك، واكمل اسبوع او 10 ايام بالكثير ان شاء الله، واطلع على معسكر النادي اكمله مع المعسكر مع اللعيبه ان شاء الله. طب ان شاء الله كابتن وائل باذن رب العالمين تخلص الاسبوع ده والاسبوع اللي جاي ان شاء الله يبقى في البرتغال، وبعد كده تروح النمسا، بعدها ان شاء الله تنزل التمرينه ولا لسه في حاجه مؤهله تانيه؟ انا انا همشي من البرتغال وانا جاهز ان انا العب مباراه ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله يعني باذن الله. أكيد كابتن وائل عايز أسألك سؤال معين كده الناس كتير بتتكلم فيه، يعني أنت حضرتك لما رحت البرتغال وشفت أساليب العلاج، إيه اللي فرق عن هنا؟ إيه الفرق؟ الفرق كبير قوي للدرجة دي يعني؟ بص يا محمد، هو إحنا بنهتم بالحاجات الأساسية الظاهرية اللي هي إيه؟ اللعيبة في حاجات مهمة جدا بتحافظ لك على اللعيبه والنجوم اللي عندك دول، منها اللي احنا مش مهتمين بيه طبعا في مصر خالص، العلاج الطبيعي ده. العلاج الطبيعي ده مهم جدا طبعا. يعني انت مع حضرتك تبص السنه دي للنادي الاهلي، مش هقول لك بص النادي تاني او على عندك 4 5 لعيبه السنه دي، لو كان الموسم اكتمل واللعيبه دي مش موجوده كانت فرقت جدا مع النادي يعني. عندك بركات، عبد الله السعيد، والعبد الله، وليد سليمان غاب فتره، فعندك 5 6 لعيبه برضه، عشان امكانيات العلاج الطبيعي بصراحه في النادي ما مش على المستوى اللي تساعدك ان انت تحافظ على اللعيبه الكبار اللي عندك دول والنجوم المهمين دول. تمام. انت لما بتخسر لعيب برضه فتره طويله فدي خساره كبيره جدا للنادي، خساره فنيه صح صح. انت بتركز بس ان انت بتروح تصرف فلوس قد كده على اللعيبه ومش مهتم بالجانب ده قوي، فدي النقطه اللي كابتن حسام خد باله منها وانا كلمته فيها والدكتور ايهاب كلمه فيها طبعا جدا، والنادي هيبقى واخد كابتن سيد طبعا عمل حسابه عليها ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى فيه اهتمام شويه بالجانب ده. وانما طبعا المركز زي ما قلت لك في الاول مركز كبير جدا ومن افضل المراكز الموجوده في اوروبا، ولاعيبه البرتغال المحترفين كلهم بره البرتغال ما بيتعالجوش غير في السنتر ده لو حد جاله اصابه منهم او كلام من ده. والراجل يعني الحمد لله يعني انا الناس مهتمه جدا بيا في المركز ومركز. واضح ان انت اخذت توصيه كبيره من مستر مانويل لما رحت. والله الحمد لله انا بقول لك هو الراجل موصي جدا عليا، الراجل اللي هو الناس المسؤوله عن المركز ده، والدكتور كمان اللي هو اللي زي الدكتور ايهاب عندنا هنا كده، الدكتور اللي شافني اللي هو الطبيب بتاع نادي بنفيكا هو المسؤول عن عن المركز من ناحيه الاصابات والكلام من ده، وده من افضل الاطباء في العالم، الراجل كويس جدا. ويعني الحمد لله انا بقول لك مره ثانيه بشكر طوابي طبعا ان هو نصحني ان انا اروح المركز ده، حتى وانا هناك ما قابلني هو برضو نصحني ان انا اكمل في المركز لغايه ما ارجع سليم 100%. وده اللي كابتن حسام بصراحه اول ما جه قال لي كلمني وقال لي انا زي ما بقول لك ما اكمل ولغايه ما ترجع سليم تبقى 100% ان شاء الله يعني. فوجئت ببيدرو فيدالكو هم داخلين عليك المركز ولا كنت عارف ان هم جايين؟ لا هو كلمني فيدالكو الاول، كلمني كان في بعد ماتش بتاع اسبانيول، كلمني كان في برشلونه قال لي انا هاجي لك وكده وبس، فصراحه يعني ما كانوا معايا وفاجئوني يعني طبعا بان هم جولي وكده. ومستر مانو طبعا جالي قبل ما انزل على طول مصر، جالي برضو بصراحه مشوار برضو البلد اللي مش فيها 300 كيلو من لشبونه، فجالي برضو قعد معايا شويه وكلام من ده. كابتن مالي عايز اسالك سؤال هنا، يعني بتقضي وقتك ازاي هناك؟ اكيد يعني
الامور بالنسبه لك انت لوحدك، يعني بتقضي الوقت ازاي؟ يعني بتحاول تتعامل مع يعني انت عندك وقت بتروح تتعالج فيه، بعد كده عندك وقت كتير. هو انا اليوم كله كنت بقضيه بصراحه في المركز، يعني العلاج بس الصبح افطر في الفندق واروح المركز من الساعه 9، اخلص الساعه 12 ونص واحده، ارجع تاني الفندق اتغدى واريح شويه، واروح تاني الساعه 5 واخلص 7 ونص وارجع بتعشى جنب الفندق كده في مطعم وبتاع وارجع الفندق تاني انام. ادي البرنامج على كده. هو كانت الصعوبه كلها كان يوم السبت والحد. الصعوبه كلها السبت والحد، تقول لي ما فيش حاجه، بيبقى اجازه طبعا عندهم والسنتر ما بيشتغلش. بس بقضيه بقى بيتعر... انا الفندق اللي كنت نازل فيه ساكن قدام مسجد كده في الاشبونه. ده حلو قوي ده، تنزل تصلي الفجر فيه ده وتفضل. بقابل بقى بعض الناس المصريين القليلين قوي هناك، ف يعني حال الوقت كان بيعدي الحمد لله هناك. يعني ماشي الامور معاك كتب هناك؟ طبعا الكتب اكيد معاك ما فرقتكش صح؟ طبعا طبعا ما فرقتك. خدت حاجه من ابو تريكه ولا الكتب بتاعتك انت المره دي؟ لا 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 لا، انا معايا الايباد بتاعي مظبطه ما تقلقش. كابتن وائل متفائل بالموسم اللي جاي؟ على خلينا نتكلم في اللي قدامنا، دوري ابطال افريقيا، متفائل للنادي الاهلي؟ والله يا محمد بالظروف اللي احنا فيها دي الامور صعبه جدا طبعا علينا وعلى نادي الزمالك يعني. انما النادي الاهلي طول ما هو موجود في مجموعه فبيبقى مرشح اول دايما ان انت تكسب البطوله. بيبقى ماليش بقى دعوه بظروفك بالغيابات غياب الجمهور عنك، وده الناس عارفه طبعا اكبر دافع لينا واكبر مؤيد لينا وكلام من ده. انما طبعا زي ما بقول لك في الاول وفي الاخر، انت طالما في بطوله انت مرشح اول لها بكل ما تحتمل الكلمه بقى من معاني ومنافسات ومعاك مين وفرق عامله ازاي وصعوبه. انما احنا طبعا متعودين على الكلام ده كله يعني. يعني متفائل ان شاء الله ان يعني خلينا افريقيا ان النادي الاهلي قادر انه يكمل في البطوله. طبعا طبعا. بص الحمد لله كميه اللعيبه الدوليه اللي في فرقتنا محمد. كابتن حسام الراجل اشتغل مع الفرقه قبل كده وخد خبره عارفها وعارف اللعيبه، وانا كان شايف ان هو كان اختيار مناسب بالظروف اللي النادي فيها والحاجه اللي بتقابل الناس كلها دلوقتي. عارف الفرقه واشتغل مع اللعيبه دي قبل كده كلها وخد بطوله دوري مع اللعيبه، فان شاء الله الامور مش هتبقى فيها صعوبه كبيره يعني. خاصة ان بقول لك هي نفس اللعيبه ما اتغيرتش، ما بالك ان زاد علينا اكتر من لعيب ما كانش مع كابتن حسام، زاد علينا عبد الله السعيد وزاد علينا وليد سليمان صح، وزاد علينا جيتو تقريبا. وعندك كان دومينيك مش موجود في. انا بتهيألي الظروف دلوقتي افضل لكابتن حسام من ما كان موجود المره اللي فاتت. ده صح. فالامور ان شاء الله انا متفائل خير ان شاء الله، مش هتبقى يعني هتبقى اصعب يعني من اللي فات. من اللي فات اكيد اكيد ان شاء الله باذن الله. هسالك سؤال اخير، انا عارف انا اجهدتك وانا ما كنتش عايز اجد، ربنا يكرمك كابتن وائل. عايز اسالك لما جالك مستر مانويل جوزيه، ايه اهم الحاجات اللي اتكلمتوا فيها وانت واحد من المقربين ليه؟ والله يعني طبعا الراجل كان زعلان طبعا انه ما يعني، بس هو لما يتكلم مع وائل جمعه غير ما يتكلم مع اي حد. فهو طبعا كان نفسه ان هو ينهي حياته في النادي وكلام من ده، بس طبعا الظروف ووضع البلد وزوجته طبعا عملت عمليه. عملت عمليه وكلام من ده وكان لازم يبقى متواجد معاها، فدي نقطه كانت مهمه جدا. وكانت معظم كلامه ان هو حزين جدا طبعا انه مشي. طبعا الراجل مبسوط جدا بمصر وبالصداقات والناس اللي عرفها في مصر والناس اللي بتحبه في مصر. وما تخيلش والله يا محمد يعني الراجل ده هناك في البرتغال، شوف الناس هنا بتحبه ازاي. هناك الناس برضه بتحبه، بس هو المشكله ان الاجيال اللي موجوده دلوقتي هناك، الجيل الجديد دلوقتي، الجيل اللي طالع ما شافوش. الناس الكبار بقى اللي هم عارفينه وكلام من ده عارفينه كويس جدا وبيحبوا. انا قريت له تصريح يا كابتن وائل، اعتقد ان حضرتك كنت في البرتغال واعتقد انك قريته، كلام مورينيو عليه. مورينيو وهو بيتكلم على مانويل جوزيه اتكلم في حقه كلام محترم جدا وبيقدره جدا، وكلام يعني كبير جدا على قاله مورينيو لما سئل عن مانويل جوزيه، وقال ده اسم كبير وهو سعيد جدا بما حققه في افريقيا من بطولات وانجازات مع النادي، بس هو قال النادي اللي بيمرنه في مصر، يعني ما قالش اسم النادي الاهلي. قال النادي اللي بيمرنه في مصر. انا بقول لك يعني انا بقول لك اما اي حد يسالني مثلا وانا هناك انت منين، من مصر، يقول لك انتوا مانويل جوزيه، بلد مانويل جوزيه، مش بلد والله بلد مانويل جوزيه مش عارف. فالراجل يعني الراجل برضو هل عرفت هيروح فين يا كابتن وائل ولا لسه؟ هو قال لي ان هو عنده عروض وكلام من ده، بس ما استقرش لسه على حاجه،
وقال لي على كام نادي كده انا سمعت هال سيتي في كلام. لا 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 مفيش هو هال قال لي سيتي على، بس انا مش عايز اقول بقى بلاش، لا دام انت اتفقت ان الكلام سرا. لكن في البرتغال يعني ولا هيروح هيبقى يشتغل في المنطقه العربيه يعني؟ ممكن يشتغل في لا المنطقه لا العربيه؟ في جايله حاجات في الخليج وكده. هو قال لي هيريح شهرين ثلاثه، بس هو طبعا الوضع صعب ان هو يستمر على كده ان هو قاعد، لان حياته كلها قضاها في المجال ده وهو عايز يشتغل سنتين ثلاثه كمان. فده كل اللي هو اللي كنا بنتكلم فيه طبعا، وعلى علاقاته باللعيبه وعلى علاقاته بالنادي والناس وعدك انه هيجي مصر في زيارات؟ يعني وعد ان هو يجي مصر زياره للنادي طبعا وللناس اللي بيحبها، فبمجرد ما يبقى عنده فرصه وكده. كابتن وائل انا بشكرك، بتمنى لك يا رب الشفاء العاجل، وان شاء الله رحله يوم الحد اللي جاي تكون ان شاء الله باذن الله الرحله اللي تكون خلصت فيها علاجك تماما، وتبدا مع النادي الاهلي مرحله جديده، صخره النادي الاهلي وائل جمعه. بشكرك شكرا جزيلا. اسهبت في الكلام او طولت في الحديث مع وائل جمعه لانه بعيد عنا بقاله فتره، لعيب كبير زي وائل جمعه نحب نعرف منه اخبار ونحب نعرف عنه كل حاجه، لانه فعلا واحد من اللعيبه الكبار في مصر كلها، بدليل ان ما زال برادلي بيقول لك انا منتظر عودته، عوده وائل جمعه لمنتخب مصر.